يوما بعد يوم تعود الحياة إلى ديالى بعد تحريرها بالكامل من قبضة داعش، حيث أعلن عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي عن عودة نحو 125 عائلة إلى ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص، وذلك بعد توفير جميع الظروف والخدمات للعوائل النازحة هناك. في الأثناء اتخذت القوات الأمنية إجراءات أمنية مشددة ضمن خطة الطوق الحديدي على حدودها مع محافظة كركوك لمنع تسلل عناصر داعش نحو مناطق ديالى، تزامنا مع عمليات عسكرية مرتقبة لاستعادة مناطق بمحافظة كركوك من سيطرة داعش. أحرزت القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر تقدما كبيرا ضد عصابات داعش في المعارك الدائرة عند أطراف ناحية البغدادي في الأنبار. المعركة البرية الشرسة حسمتها الضربات القوية للطيران الأمريكي والعراقي، كون ناحية البغدادي تقع بالقرب من قاعدة عين الأسد العسكرية التي يتواجد فيها 320 جنديا أمريكيا يقدمون الاستشارات الميدانية للقوى الأمنية. وأسفرت المواجهات التي سقط خلالها عشرات الدواعش عن تحرير مركز الناحية واستعادة السيطرة على جميع الدوائر الحكومية، منها بناية المجلس البلدي ومركز الشرطة ودائرة الجنسية والأحوال المدنية، فيما يؤكد شهود عيان أن القوات الأمنية تطارد جيوبا صغيرة للتنظيم في الجهتين الشمالية والشمالية الشرقية من الناحية. وفي صلاح الدين سيطرت قيادة عمليات سامورا على ناحية دجلة جنوب تكريت من قبضة داعش، بينما تراجع المسلحون إلى مواقع خلفية بمنطقة الجزيرة الواقعة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإلى شمال البلاد، وتحديدا من مدينة كركوك، حيث قطعت قوات الجيش طرق الإمدادات والمواصلات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي بين محافظتي كركوك وصلاح الدين ونينوى وصولا إلى الأنبار الغربية. من جهته أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن المعارك التي تخوضها القوات المسلحة والحشد الشعبي وأبناء العشائر ضد داعش تمثل حالة من التلاحم البطولي. واطلع العبادي خلال اجتماعه بقيادة العمليات المشتركة على آخر تطورات الحرب ضد التنظيم المتطرف، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق النصر على الإرهابيين وطردهم من الأراضي العراقية.